زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني اصلي من بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا استاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسأل عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وانا اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكو. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح طبعا، لحضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجم، في حفلة في فيلا صورها عالي قوي على حمام السباحة، فتة ولحمة وممبار. على حمام السباحة؟ أيوة على حمام السباحة. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا هعمل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. أنا المكافأة بتاعتي رضاك يعني؟ طب غور من وشي دلوقتي. أمرك. تفتح حاجة ساعة لكل الحوش اللي قاعدين قدامك دول ياد في القهوة. حلاوة نجاح الأستاذ عاطف يا جدعان. ألف مبروك يا أستاذ عاطف، الله وكيل فرحتلك. وأنت كده بقيت إيه؟ بقى معاه بكالوريوس اداب يا حمار. لسانس اداب. لا مؤاخذه عطوفه، لسانس اداب يا نمس، لسانس اداب. يلا شد حيلك بقى عقبالك. في حياتك ان شاء الله، يعني انت كده استاذ عاطف بقيت ظابط اداب. يعجبني ذكائك يا نمس، بقى ظابط اداب وهيخدمك في امك قريب ان شاء الله. امشي على غبي هناك. يا عم عملت ايه؟ بقول لك ايه يا عطوفه؟ انا النهارده بقى عايز اعزمك على حته الدين سهره صباحي لوز اللوز بالمناسبه السعيده دي. لا مش هينفع يا رجب، انا عايزك معايا في حاجه. خير يا حبيبي امرني. مشوار وعايزك تبقى في ظهري. ده انا اجي معاك لو هتروح فين؟ قول لي ايه النظام؟ عايز اروح العجمي. في حفله على حمام سباحه قريب، عايز ادخلها باي شكل. عجمي عجمي، وهو بالمره نضرب غطسين في البحر. بس انت ما قلتليش الحفله دي عايز تروحها ليه؟ عايز اخد صور، موضوع صحفي. اوبا فكرتني، قال انا عندي ميعاد بكره مع الصحافه. ازاي يعني؟ بنت بتشتغل صحفيه. عايزة تعمل موضوع عن التسول وأطفال الشوارع والكلام ده، وعايزة تنزل تشتغل على الطبيعة وتحت إشرافي. البنت دي اسمها إيه وشكلها إيه؟ مش عارف. لما كده يبقى في خطر عليكوا وعلى شغلانتكوا. مش كده والنبي؟ أنا قلت كده. لا العظيم يا عاطف أنت متعلم ومتنور ودماغك دي زي الفل. قلت كده الحرامنا المصون وضربت بكلامي عرض الحائط. وهتنزلوها فين؟ ما تقلقش، منطقة أمان. إشارة وسط البلد. بقول لك ايه يا عطوفة؟ بتدوقني السجارة الأجنبي اللي معاك دي. تغليش يا راجل. يدوم العز يا حبيبي. أيوه في اتجاه واحد. يجي منك يا سي أحمد. خلي بالك للعجين يوسخ هدومك. أم تغريد عندها حق. خصوصا انك لازم تمشي عشان تسلم شغلك. لا ما انا كده كده خلصت شغلي، مش ناقص غير اسلم الدفتر في الاداره. يعني تروح الاداره وهدومك فيها عجين عشان ما تخلصش من زمايلك؟ احنا لازم نجيب لك مريال. خايف عليه قوي. زي ما هو خايف علينا يابا. اشمعنى انا يعني اي كلمه الحساب عليها في ساعتها؟ بعدين اشمعنى انتوا تهتموا باحمد وانا لا؟ ابسط يا عم، مين قدك؟ العيله كلها خايفه عليك وعلى مصلحتك. طب ايه رايك بقى؟ ولو اني ما يصحش يعني اللي انا هقوله، انا حاسه كده ان سي احمد ابني اللي انا ما خلفتوش، كاني عاطف عايش معانا بالظبط. ما
مفيش فرق بينهم، غيرش ان عاطف كان غاوي يعمل معانا مشاكل ومع خلق الله، لكن سي احمد هادي ونادي. ترى يا عاطف تعامل ايه وانت بعيد عن اهلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما كنا كويسين ورايقين وعال العال، الله يسامحه سيرته بتجيب النكد معاها. يا ست ام عاطف، عمر الاستاذ عاطف ما هيكون له بديل في البيت ده، هيفضل دايما ساكن قلبك وقلب عم ربيع وتغريد ونواره مهما شرق ولا غرب، وعمر الدم ما يبقى ميه. وبعدين انا بعتبر نفسي دفع عليكم، لكن عمري ما هكون عاطف ابنكم، عمر الدفر ما بيطلع من اللحم. وبعدين نقدر الله، نقدر الله لو حصل لكم اي مكروه، اول واحد هيشيلكم فوق دماغه هو عاطف، مش اي حد تاني. يعني هو لازم تحصل لنا مصايب عشان ابننا يبقى موجود معانا، وهو الابن ده لازم يكون موجود مع اهله في المصايب وبس؟ يا ابني ما كل البيوت عايشه على الحلوه والمره. روح يا ابني اغسل ايديك ونظف نفسك عشان تلحق تسلم الدفتر بتاعك. ما كنا كويسين وعالي العال، يعني لازم تحضريه، بتحضري النكد زي ما تكوني بتحضري عفريت. بقول لك ايه، لو عايز تتخانق استنى لما الجدع يروح لحاله. نتخانق وعلى ايه نتخانق؟ ما كفايه اللي احنا فيه. وبعدين اسمعي، عايزه تعملي مناحه على ابنك الخايب بعملها في وقت تاني، مش قدامي ولا قدام بنتك المسكينه اللي حالنا المايل قاسم وسطها. اديها فرصه تتنفس هوا نظيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. جواب برضه من السعوديه، اجدع ناس. شكرا لسعي البريد. شكرا لسعي البريد. حاف كده؟ اه معلش ثانية واحدة. في ايه يا تغريب؟ مفيش يا ماما، ده البوسطجي جايب لنا جواب من السعودية، بس أنا لازم أقول شكرا لسعي البريد. خد الهنا والشفا. شكرا. إن شاء الله يكون الجواب في عقد عمل. لا رايق. افتحي الجواب. شوفي كاتبة فيه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابي العزيز، امي العزيزة. طيب استاذن. تستاذن تروح فين؟ هو احنا بينا اسرار؟ اعملي لنفسك همة شوية ولدي الجواب لسي احمد يقراه. لا تغريد هي اللي هتقرا. هي ولا هو مش هتفرق، اصل ام تغريد عزاها هي اللي تقرا الجواب عشان تعرفك انها بتعرف تقرا وتكتب. استنى لما اشوف السعوديه بعتلنا ايه. اقري شوفي فيه ايه.